فايقين مع ماتينال اي اف ام. ومره اخرى نشكر الناس اللي يتفاعلوا معنا ويعطيونا ملاحظاتهم وكل شيء. ميرسي. هذايا معناها نحن نحاولوا نحسنوا، وراهو الاختلاف اللي موجود معناها حاجه صحيه، معناها نجم نكونوا معاه او ضد، معاه وقت لازم نكون معاه وضد وقت تكون ضد. بيان سور نجيب برشا يجوني ميساجات عليك يا نجيب، مي لكن انت تمثل كمان برشا ناس اللي عاطين كارت بلانش هكاك الرئيس وعندهم ثقه فيه. لا عندنا ثقه فيه، لازمك توضح هكا خاطر برشا يقولوا نجيب اي حاجه تجيبها معناها معاه مش صحيح. حاتم عاطين كارت، عندنا ثقه في الرئيس، ما عاطين كارت بلانش لحد. فهمني، نقول المحسن احسنت والمسيء لقد اسأت. في دقيقة لخطر جيت الأخبار ولا فترة فيه رئيس الجمهورية قال نحمي أي مواطن. باش نرجعوا لها، استنى خطر عنا توا سبيك وبعد باش نقفلوا الحكاية كله. خطر زاد لافروف عمل تصريح يعني مهم جدا، أما خطر توا جاء الوقت باش نحكيوا على الجات أسيرونس. جات أسيرونس partenaire de votre sécurité routière. جات أسيرونس حبت تدلل الحرفية بتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر، وتهديلهم كارت كاربيرون أجيليس بقيمة 500 دينار. تيراج وصور عملته جات أسيرونس بحضور عبد المنفذ والرابح معنا اليوم محمد خميخم اللي حاضر معنا بالتليفون. صباح الخير سي محمد. الو صباح النور. هلا بيك سي حاتم، صباح الضيوف مبارك يعيشك. مرحبا بيك سي محمد. خلينا نتعرفوا عليك، انت ايش تعمل في الدنيا؟ انا فلاح. تم يا سيدي. ايوه من صفاقس. فلاح من صفاقس، ما تقوليش تخدم كان في الزيتون. لا مش كان في الزيتون، الغرس بانواعه. الغرس الكل بانواعه. غرس الزينه الاكثريه، احنا في صفاقس غرس الزينه يتسمى. شو يتسمى غرس؟ نتاع الزينه زي الجرد الكازون الكل. داكور اوكي جارديناج. سي بيان تعملك الغازون هذاك، مش ارتيفيسيال، غازون ناتوريل تبيعوه بلايك. كل شيء في الناتوريل. لا كل شيء في الناتوريل عليك نحطوه بلايك، بعد ايش في صفار كيفاش؟ ما هو الشتاء هكا علاش؟ يصفار في الشتاء يصرف شويه ماء. نسقي انا في الشتاء، نسقي الشتاء وصيف شويه ماء، الغازون بتاعي يبعث تحب له كل يوم حاره متر مكعب لامونيتر. باهي سي محمد، انت عندك 5 سنين ولا اكثر ما عملتش اكسيدون، الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. اعطينا السر كيفاه؟ تمشي على الجازون تسوق على الجازون. هكا نخلي الكلام مكان على الجازون. على الجازون الكل. ما غير موفمون. دونك تبعد وتحترم القانون وهكا. لا بالطبيعة. سي محمد على خاطرك سائق مثالي، جات أسيرونس حابه تفرح بيك وتهدي لك كارت كاربيرو أجليس بقيمة 500 دينار. بارك الله فيكم. باهي كارت أجليس. عايشك. 500 دينار. بيه ريتك وقت تصبح علينا. وانت يبعث لنا مربع متر مربع جزو. الله يبارك. يا عايزك يا سي محمد، ميرسي بوكو. مبروك مرة أخرى سي محمد الكارت أجيليس اللي سوبل في الوتيليزاسيون نتاعها، وتنجم تكونسلتي بها السولد نتاع كارتك ما تي بي او في أي محطة أجيل. مبروك عليك مرة أخرى سي محمد، وكانت هذه جات أسيرونس. جات أسيرونس partenaire de votre sécurité routière. وتوا نمشيو الألفا أسيرونس تحكي لنا على حوال الكاسيت. فقت ولا مازلت؟ صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى ماتينال فايقين مع نضال. فايقين 8:22 دقيقة، نتصور العبد الكل فايقين. نعاودوا نصبحوا على اللي يسمعوا فينا، نصبحوا على التوانسة الكل اللي ماشيين يسعوا في أرض تونس، في أرض تونس البنينة واللي لا تتشري لا تبدلها لا بالشمس ولا بالقمرة. تبدل أنت تونس بالشمس. تبدلها بشيء تونس، أنا نحبوها وربي يستر. يتعب حب تونس، يتعب معناها مشكلة مشاعر، أما تونس التعب وجاءوا عباد أسر تم ما هو حب. يا مخير هكا معناه كل يوم حاجة جديدة، كل يوم قاعد تبني في 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 اجتماعي. نحب ونبني ومنش قاعد معناه. يا أخي البلدان اللي وصلت وتقدمت ما جاتها حروبات، ونحن نندهده على قد جيدنا. ما في الأخرة معناه جو بريفير تونس هكا خير من اللي قبل راه. معناها دونك سي بيان قاعدين نكونستروي. بيان سور. نقنقنوا داكورد، معناها هذاك واجبنا خاطر نحن ولينا. نقنقنوا احنا قاعدين نحاربوا في عباد قاعدة تدمر، معناها نحبوا نبنيو
فما عبيد قاعدة تحب توخر بين التالي وقاعدين نشوفه في بلادنا وخرت التالي دونك نحن في الانتخابات الكل يا اخي شكون اللي وصل العبيد اللي دمر تونس؟ ما نحن وصلناهم بالصندوق انا وانت انديريكت ما بتاتر ما فما ناس قامت بكري ومشيت تجري وحطوا البطاقة الزرقاء واللي حطوا البطاقة تزييف الإرادة تزييف الإرادة معناها كيفيه الشعب انفلونس او كيفيه تزييف الإرادة. ريت تصريح رئيس الجمهورية اللي قالوا البارح نحمي أي مواطن تونسي في أي نقطة في الكرة الأرضية، هذه موجودة في الباسبور الأمريكي، الأسطول الأمريكي يتحرك لحماية أي مواطن أمريكي. شوف نحن وين ولينا، في باسبورنا نحن لا يستخرج إلا مرة واحدة الباسبور الأخضر بتاع تونس، والدولة ما تتحملش المسؤولية، ما تتحملش المسؤولية. ريت ما أنت عايشونا في حجرة، راهو نحن نحبوا الأمل، نحبوا شكون يزرع فينا الأمل اللي بناء تونس، تونس الأفضل، تونس لأولادنا. راهو على ذاك حاتم نحن، فما شكون يقول لك نجيب يبلغ شوية في الدفاع على رئيس الجمهورية. أنا حاتم عندي 20 عام نعمل في السياسة، 20 عام نعمل في السياسة من قبل قيس سعيد، من الجامعة، من الجامعة. معناتها أنا لأني 20 عام بالحق قضولنا على أحلامنا، قضولنا على طموحاتنا، ذلونا، حجرونا، واخروا بنا 100 سنة التالي. راهو نحبوا تونس تتقدم، نبنيو على إنجازات الحبيب بورقيبة والأخطاء بتاع النحاة، نبنيو على الاقتصاد اللي عملوا بن علي وتطور صرف الاقتصاد اللي عملوا بن علي والأخطاء نتخليو عليها. لكن من 2011 لتو ما عندنا علاش نبنيو، نبنيو كان على الدمار والخراب. جي واحد وقال استوب، اليوم هاي نبنيو دولة أخرى. باه نمشيو السياسية جديدة قاعدة طالعة، طالع منعش طالع، ما هي قاعدة تغزو الريزو سوسيو بيان سور. تتفكروها الكل طلعت فوق كرسي وعملت خطاب قدام الخدامة وكانت وجهت نقد ولا انتقاد للاتحاد الشغل، وكانت قالت توا في التصريحات خاطر هي لانسيت حزب الجمهوريه فيه، فنحكي على ألف الحمدي بيان سور اكسبيدي هذاك هو الفيدار الوحيد نتاعها، شدت مديده كلك سمين بي دي جي نتاع تونيسير. عبير قالت مثلا عبير موسي ما عندهاش برنامج اقتصادي وتزغريت اكثر من كسكسي. بالطبيعه هي الفاتاكي عبير موسي خاطر هي مرأة تحب زادة تفك هذيك السامبوليك نتاع عبير موسي. هجمتها زادة في وقفتها الاحتجاجية، عملت تكرون وهجمت برشا صحفيين وبرشا سياسيين، وخرجت لها خرجت لها تصريح قالت فيه انه قالت فيه ألف الحمدي انه لازمنا نتعلموا من الحاجات الإيجابية والسلبية اللي عملهم راشد الغنوشي والبيجي قايد السبسي. دونك قلقها عبير موسي انها تقول كيفاش راشد الغنوشي عمل حاجات إيجابية. بركونت باش سمعكم حاجة بين الظفرين خطيرة. نعرفش هي تحكي على السي علي الكعلي وزير المالية السابق، نسمعوا وش قالت. أنا كي مشيت للقصبة أول مرة مشيت للقصبة باش نحكي في برنامج إصلاح الخطوط التونسية، وزير المالية السابق اش قال لي؟ قال لي شكون قال لك نحبوا ننقذوا الخطوط التونسية؟ احنا أنا عندي أسهم في شركة خطوط طيران أخرى اللي هي متاع كانت متاع بالحساب متاع عائلة الطرابلسية قبل، وقال لي احنا نحبوا نعاونوا الشركة هذيك، ما نحبوش نعاونوا الخطوط التونسية ولات لنا مشكلة. قلت له بالقانون التونسي إدارة الخطوط التونسية هاو باش نحولها اللجنة في وزارة الصناعة، عندها شهرين تحولها القضاء، أنا الخدمة دي ما نخدمهاش. هدتني بالسجن في القصبة أول مرة ندخل للقصبة. شكون الوزير؟ وزير السابق الكعلي. مش بين قوسين خطيرة جدا، اتهام كبير، معناها فما تضارب مصالح، فما خيانة مؤتمن، فما زادة تهديد، معناها أبيت بوفوار، أبيت بوفوار برشا حاجات. هل تعرف هي اش تعمل؟ هل اذا كان بعد التصريحات هذه من الاخر النيابه العموميه ما تحركش سيكون فما اشكال؟ معناها التصريحات خطيره جدا جدا جدا. قلت لك راه فما وزير، فما واحد شد وزير قاعد يخدم ولا قاعد يخدم ضد مصلحه الدوله ويخدم لمصلحه افراد. انا ما تصورش لوجيكمون وزير يقبل بي دي جي يحكي معاك هيك، صح؟ انا ما نتصورهاش. شوف لازم نيابة العمومية تحرك، يا اما الوزير يتعاقب يا اما يتعاقب على تصريحات. معناها ما نجموش نطيشوا تصريحات من النوع هذا وتقعد الدوله تتفرج. راهو علي الكولي ما استغربوش منه، راهو هز الوراق والدنيا
وقطع البرة وقت الرئيس يتسنى فيه بعد ما صارت 25 جويلية يعني نرجع ل 25 جويلية وقطع وقت الرئيس في خطابه وقال خزنة دار هز الفلوس ورب هو هز الوراق والدنيا الكل ما خلى معناتها من المفروض يعطي كونترون دي هي ما دولة راهم فماش وزير يهز برا هز الوراق باش عم بهم ما فما دي تراس ما يلزم يعطي كونترون دي على الوضعية المالية في البلاد هو ما عطاش كونترون دي ونقعدوا كونسنتري على الاتهام الخطير هذا معناها انت كمدير عام معناها نتاع شركة مؤسسة عمومية من أقوى المؤسسات معناها فخر فخر ما يمسي برشا هناك أكثرهم سيمبوليك أي أي تونيسير لا الغزالة الغزالة الرئيقة متاعنا تجي تقول معناها الوزير وتسميه بالاسم تقول عنده هو أسهم في شركة أخرى معناها متاع فينجا حتى نبدأ ونحن نحكيه على ألفة الحامدي ألفة الحامدي شكون هي وكيف جات وبعد تو نجيو للتصريح نخلص فيما ثانية في تصريح ألفة الحامدي في علاقة باتحاد الشغل لأنه الفندو كوميرس بتاع التليف الكرامة فما برشا مواطنين توينسا غضبانين من سلوكات الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى ذاك صوتوا لتليف الكرامة من جملة برامج تليف الكرامة أبار البترول والملح هو معاداته لسلوكات الاتحاد العام التونسي للشغل وحتى تصوير قيس سعيد في حملتهم ايه لا نحكيه على خطاب تليف الكرامة الخطاب بتاع تليف الكرامة ألفة الحامدي حبت تفك جمهور ائتلاف الكرامة وجمهور الخطاب ذاك المعادل الاتحاد العام التونسي للشغل هذا أولا لأنه في تصاريح معادات مجانية معنت أنت معنت حزب في جمهورية ثالثة وتعتبر روحك حزب وسطي مدني معنت تعارك في أكبر منظمة في البلاد معنت عاركة مجانية وأنت في بداية العارك في الكومينيكاسون هي حبت تعمل بيز عاركة الاتحاد وعاركة عابر موسي فهمني وزادتهم ورمت الجوكر بتاع الجوكر بتاع الكالي اللي هي اللي هنا انا في تقديري ألفة الحامدي بتاع قله خبره في السياسه لانه حتى لو كان قالها الوزير فرضيه الوزير قالها له منها باش ينكر والتحقيق يجيب اوتوماتيكمون النيابه العموميه باش تتحرك كي ما هما كي ثبتوا هما مش حتى ينكر هما كي ثبتوا يلقاو عنده اسهم كما قالت هي وقتها هما يدفع جاء وقت انفو اكسبريس اي اف ام ونص توما فايقين في اقوى متينال فايقين مع نضال فايقين توا 8 و 7 قريب 9 جو بونس برشا عبيد راهي في الثنيه هو الوقت هذا فيه برشا امبوتياج متعب هو عندنا ساعة ونص في الامبوتياج في تونس ساعة ونص نحن جبربي راحوا بعد الامبوتياج نحن نجيو قبل الامبوتياج ونسلكوا هذا كان بعد الامبوتياج قبلت معناها الاختراع وبون ما حق زاد عطاوني بريس قد كيليان مبابي في الجمعة في الجمعة هاي. تعرف كيليان مبابي اما ناخذهم بعد 20 سنة لوفر اللي عطاتها البي جي لكيليان مبابي باش يقعد ما يمشيش ريال مدريد قداش في الجمعة نعرف 1.2 مليون دورو في الجمعة كان يعطينا 6 اشهر نخلصوا العجز التجاري على تقريبا 3 مليارات واكثر من مليارات بكرعي في الجمعه انت تخدم في مخك يخدم جمعه ويقص باك بلس 18 وبكرعي كل واحد ذيك برشا مي الجونير بوكو دارجون اوسي فما حتى حد فما حتى مهنه في العالم تستحق 1.2 مليون دولار سعود مش طاري تزنود اون بلس انا يظهر لي الفوت ولا ياسر ميكانيك ما عاد معناها ليكيب اللي تحط برشا فلوس هي اللي عندها اكثر شانس باش تاور بارسا قداش جاتها من بيريود دو فيت تاع 4 اشهر حطوا الفلوس ولات رجعت كيما قبل هاي نمشيو نتفرهدوا شوي تنظم نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالاشتراك مع ستار إيفنت ستار أب إيفنتس حفل للفنان العالمي جيمز والفنان التونسي نوردو بالقاعة المغطاة برادس يوم 5 مارس على الساعة 7 مساء التذاكر تباع على تذكرتي.ان ولمزيد من المعلومات عندكم لانفولاين 51 187 111 مش احكي لكم حكايه صارت في لبنان في اوتيل تصور روحك انت رجل اعمال وتسكن في اوتيل معناها مضخم تقعد 10 ايام خاطر عندك برشا بزنس والعشر ايام هذوكم تقعدهم الليله تتكلف 600 دولار داكوردو وعندك برشا بزنس معناها في العشر ايام هذوك دخلت برشا فلوس زي. دخلت برشا فلوس لبنان وخانسيب وانت رجل اعمال جي خارج هو رجل عمل لبناني تجي خارج من الوتيل
يوقفك الموظف يخدم في الوتيل يقول لك حل الفليجة خاطر راك سرقت لنا منشف. مش قولك هذه تعرف دخلت فيها الحكومة دخل فيها الوزارة إيه ودي كليتها بعضها معناه ينجم على منشفة ينجم يطيح لك السياحة البزنسية الكل معناه مش البزنس متاعك أنت نحكيك على البزنس على زوم دافل أنت سألتك مرة ساعة مش نزمنشفة تهز الشامبوان هذيك تنجم تهز تعرف الحلقة بتاع فرانز هذيك وقت روسي يهز كل شيء يوريك أي يوريك كل شيء تنجم تهزه من شنو اللي تنجم تهزه من اللوتي؟ أنا في أمريكا صارت لي في أمريكا صارت لي صندري بوم مش صندري فما هكا كي تحفة تحط فيها الواحد كي عجبتني وكل شيء هكا راه ودني شوية هكا وقلبتها نلقى فيها سومها ماني تنجم تهزها ما تكح ومرة صارت لي في موسكو لقيت كتاب في الكتاب هكا ماني تصاور في أوتيل في موسكو وأنا وقتها مشيت عام ظالي عام 96 ولا 94 حاجة كنا هكا مازلت كي خرجت من الاتحاد السوفيتي دونك سيتي تري كيتش تحوس وترقد جين في فترينة 1,600,000 سروال جين الكتاب هذاك هزيته وقلت هذا سوفينير معناها من الواحد يا اخي كي جيت نخلص تشيك اوت حسبوا لي 200 دولار قلت لهم شنو قالوا لي كتاب ما انا ما معناها ما ربطتش بيه ما حسبولوش ثوم المنشف تيلي معناها هذايا اكسيت زيت شنو بون انت قلت لي هزيت انت من ما هزيت عمري ما هزيت شيء نهز كل واحد تاع شامبونيت ساعات كي يعجبني نحكي لكم حكايه صارت لي كي يعجبني الامبلاج نجيب بارتا صورة رئيس تز اللحم ممكن ياك اللي في الريسبسيون اولا لا لا هذيك ثقافة 7 نوفمبر هزيت حاجة من لا انا مفاد خلال ثقافة 7 نوفمبر هزيت حاجة من اوتيل مرة شامبو شامبو وشامبو اخي تو هو هز ولا ما هزش هو شامبو لا المنشفة هز لا ما هزش كي حلوا الفيليجة بالحق بيا الرمارك متاعي هو ما هو فما فيديو هي هبطت هو قعد يعني حافظ على بورة الدم وحل الفليجة وفركس الموظف هذيك وما لقى حتى شيء انا يذول لي خطر بعد تصور الوزراء وكليت بعضها معناها في لبنان الموظف معناها نجوله تحية من وراء الشمس حاتم السؤال يتعرفسه الكل كليون في الوتيل هذا يفركسوه لا 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 منعش فما يمكن ان يكسد زيل يمكن زادة تعرف بعض ساعات يكون موظف هو مثلا يخدم يمكن مرة عملوش ريمارك خليها في مخه يمكن انتقم منه وبالك شي زادة بيب للوتيل فتح تحت ليه بيب خايب الوتيل كي تعمل تشيك اوت يمشي واحد يثبت شنو بقاش وما بقاش في البيت سخطوه لي برشا اللي تصير لهم يحصلوا في الميني بار اللي حساب ذاك تابع البيت تابع البيت ونعرف برشا حلقة راس العام تاع في حل خربش اكسترا اكسترا قالوا سيجور اكسترا انا مرة صارت لي في جربة مشيت وقتها في اوتيل بعدش لقيت كبدوب أول مرة وقت أنا صغيرة أول مرة راك كبدوبة واحد كل شيء ظهرت لي هكا كيما الكيغت معني كلي فريمو خفيفة ياسر كل شيء بعدش كي كملت السيجور تويتها حطيتها في جريدة حطيتها في جريدة ولفيتها وحطيتها في دبش معني عادي نحسك الشامبو هزيت الشامبو نهزك اللي مذاكة نهزك متاع الخياطة عندي يجي 75 كعبة متاع الخياطة عمري ما استعملته ونزك اللي عرفتك اللي يحطوها للنساء باش تغطي شعرك وين هاك تراو شعري مسبسب دونك هذوكم نهزهم اما تعرفش نعم بهم هذوكم هذوكم نغلي الماء سخون نفقص عظمه في وسط الشكاره نربطها ونحطها تطيب في الماء سخون بلاش قشره وبعدش تجيك الاف ميمولي ولا اسمها عرفتها دي وين السياح هبت ومنشور حماية أفكار حاتم الحاج ينزلك السياح تدخل السياح كمل كي جيت خارج وليحد جاوني في الريسبسيون عملت تشيك اوت انا معني ضميري مرتاح معني ما تسميش سرقت معني زيت قلت بشي طايشوه يا اخي مدوا لي الكبدو بان جديد قالوا لي هذه اوفر خدت لوتيل جديد هذه كادو باش تقعد فك دونك خذيت الكبدو بان جديد قلت لها سامحني وحليت الساك وخرجت لها بديت لها الكموته في الجريده خذت هذه الكبدو بان كيما الشقف
جبت عبيلي كبد جبت شخص. عندنا الاكسري بتاع عبيد البريكي نسمعوا الاكسري بتاع عبيد البريكي اللي يحكي في بوليتيكا مع زميلنا زهير الجيس. قال اللي هو كلم مازال كيتكلم هو رئيس الجمهورية من عش كان شاورك نجيبه ليه وها وش قال خذين نمر ما عند نجيب حكيت في بروجي نتاع استثمار كبير حكيت له عليه اتضح انه عنده عليه فكره وهذا ينجم يكون مشروع نتاع تونس كبير برشا لانه السيد جاب حذاي سمعته بت هذا اخر حديث مش تجي بي قعدت معاه مش فكره التي جي بي لا 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 هذا بروجي نتاع 80 مليار دولار معناتها 500,000 بوست دومبلوا ديريكت و 500,000 انديريكت فيه مدن مدري شنو مدينه ترفيهيه وصحيه ومدينه وفيه 5 زون فرونش غريبه معناها وفيه دي بروجيكسيون للبطاله لون 2000 كذا وتوصل هذا شراكه خواص هذا مستثمرين في العالم كبار ما عندهم حتى علاقه باش يمكنش اللي تطمئن القلوب وقت اللي شفت طلبت لي سي في لا باسرائيل ولا حتى هذوما ناس يعتبروا تونس ما يهمهمش برشا لابي سوسيالي لا ستابيليتي بوليتيك كيما برشا مستثمرين اللي يهمهم هو الموقع الاستراتيجي نتاع تونس. الارقام معناها معناها تقعد به السنه 80 مليار دولار معناها ارقام مهوله 500,000 فرصه عمل مباشره و500,000 غير مباشره مليون معناها البطاله تقضي عليها. السيد هذا نعطيه وين مفتاح يدخل بالباي في تونس كان فما الاستثمار هذا. تصدق او لا تصدق ما نعرف وصدق اي بار سبق الخير نجيب انا الرفيق عبيد صديق زمر عليك يا رفيق معناتها انا والله مو منبر هذا فما برشا معناتها عندك عبيد نجي جلول كانوا وزراء مع النهضة وشاركوا في مأساة 10 سنوات من القطع الأمل ومن الدمار ومن الخراب ومن كل شيء مينيموم دي ريسبي با اونارير خطوة إلى الوراء ما تنجمش تعيش في جميع الزمان وبنفس التصور وبنفس الواحد ما فيها باس لكل مرحلة عبادها ما فيها باس أما هذه امتيازات السلطة وشرف المعارضة فهمني ما النهضة ما حكمتش وحدها حكمت بأيادي بأياديها وأيادي أخرى يلزم زي كل واحد يتحمل مسؤوليته شويه. أبار هذية أنا معناها ضخامة المشروع معناها تقول مشروع هكا ما هوش باش يتعمل في 3-4 سنين معناها مشروع كيما هكا كان لو وجد برشا عبيد تتكلم راه أنا عندي زادة برشا عبيد تبعث لي يقول لي هاو فلان عطلوه وراه جايب و600 ألف موطن شغل باش يعمل معمل نتاع الصواريخ حتى راهو عندنا زوز ملايين برك يخدموا في القطاع الخاص زيدهم المليون هذا معناتها مشروع دولة هذا يبني حول. دولة معناتها مش سهلة كلام الكلام معناها انا نتصور زادة اذا تكلم رئيس دولة مش زادة بالضرورة تقول شحكيت معاه معناها فما راهو زادة فما حاجة معناتها مش يعطي الروح الشرعية الاتصال بالشرعية الاتصال راني معاه هاكا يرمي الكلمة كان الرئيس أعلن عليه كان موجود البروجي كان الرئيس أعلن عليه في الأيام القادمة أنا خلد تصور كنت يصير بعقلك مش يجونا مليون في الظروف هذه في القيروين هذا راهو الحكاية شوف راهو مبلغ 80 مليون مثلا دولة كيما أثيوبيا تصرفوا فيها مشاريع بالمبالغ هذي أم أكل بري شنو هو الثمن مليون موطن شغل في المبلغ هذي 80 ندرى قديش مليار مليار في الظروف هذي وفي تونس يعني يظهر لي برشا ما نعرفش طولة ودهينة سراج راهو يلزم زاد العبد يحلم على قد قياسه يعني يمد ساقيه على قد قياسه ونعرف حدودنا وهذين نحن الشعب العظيم ونحن ليه نحن شعب طلعنا النهضة شعب يتحايلوا علينا فيسع بالجمعية تولي حزب وننتخبوهم شعب قليل جهلنا نظام بن علي تلت أكثر من 20 سنة نتيجة لنا احنا شعب زوالي يلزمنا يا شعب نقولوا هاي نتطوروا شوية نبطلوا سرقة نبطلوا حرقة الضوء نبطلوا نطيش البوبالة في الكياس نبطلوا الحواجة ذو متو بشوية بشوية نوليوا نعمل استثمار بتاع باش نخدموا مليون بشر نمشيوا فاصل صغير وبعديش نستقبلوا إني سمك شيح مرحبا سلم فقت ولا مازلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فيقين مع نذال
فايقين جاء وقت الترندينغ من قبل اتصلوا بينا معناها الكتابة متاع البيت الأبيض جو بايدن يحب يخو نمرو عبيد البريكي خاطر مليون موطن شغل باش يسميه وزير طول معناها كان عندك نمرو ما صديقك صديق عطيه نمرو بايدن انيس عندك نمرو بايدن كوميسيون الوطن خدمة الوطن 80 مليون برشا حابين نجلس كوميسيون ليش هكاك معناها اشتموا علي رائحة الثراء 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 يا ثراء يا ثراء الثراء تيك توك هاي صحيح سرا عندي عندي جيجل مدام تريندينج نبداو الترندينغ بلاغ الستيغ تقول فيه انه بامكان التوانسه داخل الجمهوريه اللي ما عندهمش بيوس بورتابل المشاركه في الاستشاره الوطنيه من خلال الحصول على رقم سري صالح لمده قصيره يتحصل عليه المشترك باستعمال خدمه يو اس اس دي. تعليقات التوانسه كانت الاستشاره لقيتوا لها وقت وجهد اما انا اللي عامل لكم مطلب من 2019 باش ندخل جاز دو فيل لتوا تكركرو فما اللي قال المفروض تتلهوا بمشاكل التوانسه وتكون الاداره محايدة عن كل التجاذبات السياسية والمواضيع الخلافية بين السياسيين. على كل حال حاجة تفرح كي نشوفكم تروجوا بما يسمى بالاستشارة خطر هذا مؤشر قوي وإقرار ضمني بفشلها. فما زاد شكون كتب فضايح غدوة نحل فريجيدير يطلع لي واحد يقول لي شاركت شي في الاستشارة ونوفا بالكومنتير اللي يقول بعيد على الاستشارة الوطنية اللي ما تهمنيش عندي استشارة قانونية احنا ثلاثة شبان نسكنوا مع بعضنا جاتنا فاتورة فوق 600 دينار نجموش نخلصوها على مرتين ولا ثلاثة نجموا يخلصوها مشيوا للستيغ وتنجموا تعملوا معناها تمشي البيرو تقول لي راه ما تقول لي تقول لي شعبي انا في الجيجي تقول له نجم يخلص بالتقسيط وتنجم تخلص والحق سمعت ستيغ وقت يحطوا في مخاخهم الحق يخبوا بالقديم مش يعمل مونجالة حتى بالحياة مونجالة ناخد كوميسيو 10% ضو بون استشارة بالحق هو تقول مش مجاية بستيك ساعة البيوس مدخلها في البيوس مش مدخلها في الاستشارة ذي مشروع الرئاسة معناها جو بونس اللي مش دورها ولا يا إما هم يحبوا يتقربوا ولا امبارح عبير موسي حكيت أنا مش تتقدم بشكوى للجهات مسؤولة مؤسسات الدولة ومسؤولين في الدولة يستعملوا في إمكانيات الدولة لخدمة الاستشارة الشيء اللي هي تراها غير منطقي بالحاجات هذوما اللي فينا المهم ما عندهم حتى نتيجة خاطر حتى واحد ممشي يتأثر بالبيان متاع ستيك ستيك هابتت قال تمشي عمل استشارة مش نعمل استشارة بالحاجات هذوما قاعد تحتي في وسائل عندها كونت على انستغرام ستيك عندها كونت على انستغرام نورمالمون لا اله الا الله حد تكلم نجيب اسمع ستيك عندك كونت في الانستغرام دوك نجم تاخذ الاقامه الذهبيه في الامارات ستيك ستيك عندك كونت في الانستغرام عند هاي قلت لك عندك كونت في الانستغرام انستغرام ستيك هي مؤسسه وطنيه تبع الدوله التونسيه والاستشاره استشاره الدوله التونسيه ليس اللي اقترحها هو رئيس الجمهوريه وهي استشاره الدوله التونسيه كيف يرى التونسيون والتونسيات مستقبل بلادهم معناتها يلزم جميع مؤسسه الدوله تتجند باش توصل للعباد اللي فما استشاره طوف نهار 20 تتصور فما عباد ما وصلت لهمش فما استشاره فما لانه زاد فما نعاود كما قلت هالبارح فما معناتها متركاج اعلامي كبير على الاستشاره وعلى توجه رئيس الجمهوريه هذه حقيقه لا يمكن الشك فيها حذر روحك في الميتينج الجاي نتاع عبير موسي باش تحط الفيديو هذي اسمع فما ما تركاش بالحق لاي توجه الرئيس هاو بي هاو عليه هاو ما عمل شيء هاو ستة شهور يحكم في الدنيا كله والبلاد واقف ما ديمقراطيش نو يا حاتم من حقهم من حقهم الضيوف مش من حقهم جيب لي سبعه ضيوف يسبوا في الرئيس ومش من حقهم مؤسسات اعلاميه كامله في الوطنيه الكل مع الرئيس مصباح الوطنيه الاولى كلها ما والثانية والبارح الثانية ما شوف لي حل هي فيها شوية هي الحاجة اللي استيق موجهة ذي للناس اللي ما عندهم الشريحة ما عندهمش لي ريزو سوسيو مهبط الوعد على لي ريزو سوسيو مكشاح مرحبا
خبر لي بعد. خبر لي بعد. نواصل ترندينغ بتصويرة دارت على الفيسبوك. سمعتك يضحك الجبنة الاسبيراسيون تاع الضحك. يا حاتم ما تضحكنيش. انا كي تقول لي ما تضحكنيش خش عليك برباش نضحك. هاي باهي ما تخزرليش. ما تحكيش. يا خويا ما تحكيش. باهي هيا. ليش تسمع فينا؟ نواصلوا ترندينغ بتصوير إدارة على الفيسبوك لطالب تونسي جاء من أوكرانيا في طيارة الإجلاء ومعه قطوس ملامحه وهو يغزر كينه مستغرب بالبلاصة اللي هو فيها. التوانسة كانوا كالعادة حاضرين بتعليقاتهم اللي تقول مسكين كان في العز في باله أنقذه أما جاء البلاد ما تقدرش القطاطس. تعليق آخر يقول عاد كبير شهر آخر يبدأ يشق فطره في فضلات الحومة. فما اللي قال مصدوم مسكين قلبه ما قايل له خير. فما زاد شكون كتب حتى احنا عنا قطاطس عايشين في العز علاش التنبير هذا الكل يزي ومن المبالغه. ونوفى بالكومنتير اللي يقول ظهر فيه فين وعاقل مش باش يلقى روحه مع شرشور ومش مش قطاطس الحومه. شكون يسمي قطاطس وشرشور؟ هو وجهه الملامح نتاع الفصيله هذيك هكاك اوكراني يظهر. ليه مش اوكراني القطاطس هذوما ما نعرفش فما عندهم عربي؟ ليه مش العربي مش هكاك؟ حصلوا التصويرة معبرة أو عملوا زوم؟ مستغرب من تصويرة نتاع شكون؟ أنيس قيدي هو اللي صاحب الصورة نعطيه العبيد حقهم. دونك هاي قطوس تتصور في أوكرانيا باش يعيش خير من تونس؟ في تونس يعيش خير أو قطوس؟ لا يعيشوا بالقديل قطوس خاطر في أوكرانيا معناها حتى كي يفرط البوبيل مش باش يرقى. لا ذيك تو تتصور باش يسيبوا في الشارع شرقة شقوفية بودكا باش يرقى شوية. تصور بوتين مقطعين. أما ليه القريماس تعوجه بيه؟ ياسين 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 مش أنيس هاي حذيك. أما نحكي لكم صديقنا ياسين صارت بالحق ذي عنا سحبنا في أوكرانيا مانيش قاعد نقول نعطي في حتى موقف رأو قاعد ننقل في سور كلموا بوه قالوا روح لتونس قالوا الوضع في تونس أخطر برشا. ليه هو لا ما روحش فم برشا تونس معناه اختاروا يقعدوا غادي ملي أسبابه كل واحد معناه كل واحد حجته معاه. بون بعد القطاطس فهم نمشي. والخبر يحكي على منح كل من الفنانة التونسية مروة بن عيسى والممثلة رابعة السيفي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين من دولة الإمارات العربية المتحدة. التوانسة تفاعلوا مع الخبر هذا وقالوا الحقيقة عندهم برشا إبداع. تعليق آخر يقول احنا التوانسة ما نقدروش الإبداع الإمارات تقدرهم أكثر منا. فما اللي قال يا أخي الإقامة الذهبية كان لنساه أنا لتوا لا سمعت مفكر ولا شاعر ولا عالم كبير عطاوه الإقامة الذهبية شنو المقياس اللي يعتمدوا عليه باش يعطيوهم الإقامة. فما زاد شكون كتب تعبوا عليها يسلم قرايتهم. ونوفى بالكومنتير اللي يقول ياخذوا الإقامة الذهبية ولا البرونزية فاش مقلقينكم يا اخي فكوهالكم قول مبروك عليهم وتعدى حقدك وحسدك خليهم عندك. بعد ديما جدل يرجع في الحاجات هذه. فما الناس يعتبروا اللي قدموا فيه مش تي بريف كل واحد انت الإمارات حرة في اختيارات. مثلا في المفكرين كانوا عندهم مشاكل مع في تونس شكون فكروا البوليميك اللي صارت على فما مرة منعوا واحد بون بتتر هكا يلغتخاب ولا زادة فما مقينة شوية بيناتنا معناها دبي سيبا كيما عامل تالي معناها دبي تأثرت برشا بالأزمة متاع الكوفيد وكل شيء وتصرف ياسر على الانستغراموز وتصرف ياسر على رونالدو جابوه بحسبة كبيرة برشا الإقامة الذهبية. فما في كل بلاد فما حاجات كيفة مثلا فما فيزا تالون مثلا متاع فرنسا المفكرين متاع تونس كل براتيك ما تلقاش هكا جماعة من الشوبيز عندهم الفيزا هذي. فما برشا فنانين توينسا ياخذوها عادي والمفكرين وكتاب واساتذه جامعيين عندهم سكون ابل فيزا تالون تابع فرنسا وهذيك معناها كل بلاد تعرف لشكون تعطي لي زافونتاج. كل واحد اختياراته مجبور نعطي رايي ولا نقصلي بالشهريه شنو؟ كي ما نعطيش رايي نقصلي بالشهريه. لا على حكايه الامارات اي يعطي رايك بيصير مجبور نعطي رايي. لا تنجم ما تعطيش واجل فيه واجل فيه لا لا يعني عنكبوت هذي عبتها مرتين جمال صحيح بيخ عليها كويزة من عند المتنبي شعود يحكينا على البوسة شوية
نختمو ترندينغ بخبر يحكي على تعرض التران الرابط بين نابل وتونس البارح العشيه للرشق بالحجر بصفه متكرره من طرف عدد من المواطنين والتلامذه على مستوى منطقه النبكه تابع المعتمديه الحمامات، شيء اللي تسبب فيه تكسير البلار واصابات في صفوف المسافرين. تعليقات التوانسه كانت توا هذه بلاد نتاع 3000 سنه حضاره، هذه بلاد نتاع العصور الحجريه. تعليق اخر يقول في اوكرانيا اللي فيها الحرب التران يحوس نورمال واحنا بلد الامن والامان، كل مره نسمع بتران يتكسر بالحجر ويتبركة. فما اللي قالوا من وقتاش يتعدى نهار باهي من في هالبلاد، من وقتاش نقوموا على الايجابيه والاخبار الهائله، من اللي تزرق الشمس واحنا نسمع في اخبار الرشق بالحجر والقتل والاغتصاب والبركاجات والعنف والسكاكن والتحيل والنهب وغيرها. فما زاد شكون كتب يا روسيا اجانا نستاهلوا النووي من هالمخلوقات اللي عايشين معانا. نوفا بالكومنتير اللي يقول يحبوا البلاد تخوضوا هذه فعل ومقصوده ماهوش تحرك عشوائي. انا جوست خاطر ما عنديش برشا وقت بو ما نعرفش علاش الاسباب، ما نتصورش مواطنين هكاك يتلموا ابار بعد ساعات ترقى الشباب. لا مش مواطنين حتى ذولي خد فما مشكله. لا شباب وليدات صغار ونتعدى التران يضربوا بالحجر كيما برشا بلايص. لهنا يلزم ثقافه الانتماء للبلاد، ثقافه المواطن ورزق البليك زاده خاطر كلمه كبيره باهي. توت فاسون ما عادش عندنا برشا وقت. ميرسي انيسه، باش خليكم على الميتيو والاخبار، وبعد جوست بعد التسعه فما روبريك جديده نتاع خالد العبيدي اسمها بوان تيك تي واحدة بوان تيك معناها بوان تيك بوان تيك جمعتين قاعد يفركس في العنوان هذا وصارت له كرم في مخه كي يلقاه. دونك خليكم بعد بوان تيك ونرجع لكم بعد التسعة. كيما كل يوم من الاثنين للجمعة 9:30 متاع الصباح جيكم وجيه فايقين من توا التسعة والدرجين مازالوا 4 دراج ولا أقل شوية. ونخليكم مع مدام ليلي ونخليكم مع أولاد المدام برشا مدامات صباح من احنا عنا ويمشيوا مع مدام خلود ومدام زينب ومدام هجر ومدام تحية لتوت لي دام دو إي إف إم. تحية لباج المدام عنا باج تعرف ايش باج المدام؟ لا تحية لباج المدام باش ما ناخذ حتى موقف مع حاجه ما نعرفهاش. تحيه لك. عشان باش تحكي لنا اليوم؟ انا نحب نحكي هذاك الكل باش تحكيه؟ دقيقه من زمان انا اليوم نحب نحكي على التدمير اللي صار الجمعيات الرياضيه من خلال ملف الشبيبه الرياضيه القيروانيه اللي نعرفه مليح. في السنوات الاخرانيه الناس تعمل في السياسه كيما في برشا جمعيات، شدت الجمعيه خرجتها بموسم 3 نقاط فضيحه باش تقعد في تاريخ جمعيه كبيره كيما جي اس كا. موسم 3 نقاط واداره من غير تقرير مالي لزوز مواسم على التوالي. وديجا هنا تطرح اشكال على خاطر الوزاره مثلا نورمالمون ما تعطيك المنحه الا ما تجيب لها التقرير المالي، بورتون العباد هذيا خذت المنح وصرفتها بطرق غريبه. فما سوء تصرف بما انه نحكي على ان كونستا مانيش قاعد نعطي في موقف، بما انه الرئيس اللي صار واللي الرئيس اللي جاء في الصفه الاخراني سي بشير الاحمر واللي دفعوه مجموعه من المسؤولين ورجال الاعمال انه يشد الشبيبه، بما انه حتى حد ما قبل انه يشد جمعيه ما عندهاش تقرير مالي وما عنده حتى فيزيبيليتي على الجمعيه، يلقى روحه يقبل في العقل من عند عبيد ما يعرفهمش على خاطر ما عندوش تقرير مالي. ما عندوش تقرير مالي، يلقى روحه من نهار الاول لازم يدفع 180 مليون للفيفا سينو يواجه عقوبات تنجم توصل للحلين الجمعيه. ال 180 مليون هذوما صاروا نتيجه لسوء تصرف ولسوء اداره من الهيئه المديره القديمه. وفي الاخر شنو اللي صار مع هذا الكل؟ المهم جدا مع هذا الكل نجم شويه يحطها على سكه، بما انه الشبيبه الرياضيه القيروانيه اليوم تتصدر الكلاسمون وبصفه 95% باش تتعادل البلاي اوف، اما وقفت الزنقه بالهرب. يلقى روحه من اللي كان دفعوا به رجال اعمال ومسؤولين في القيروان عملوا له كيما رئيس اوكرانيا قال له اصدم واحنا معاك يا اخي اصدم، ولقى روحه وحده. النتيجه هو انه قدم استقالته برحة لولا. شكون الخاسر في الحكايه؟ باش تكون الشبيبه الرياضيه القيروانيه. الراجل عمل اللي نجم الكل، جاي من نهار لول عمل كونفيرونس دو بريس قال لهم انا ما عنديش المليارات اما نلقى روحي في وضعيه لازمني نشد الجمعيه سينو باش تتحل، انتم وعدتوني باش تقفوا معايا اقفوا معايا. اليوم يستقيل على خاطر ولا غير قادر انه يسير الجمعيه قدام
العقل قدام الملفات اللي تجيه من الحيط قدام لانغراتيتود نتاع العباد وقدام عدم تحمل مسؤوليه خاصه من رجال اعمال ومن المسؤولين في القيروان رغم ان المسؤولين حاولوا يعاونوا بمنح وغيره اما من هنا نقول نداء للرجالات نتاع القيروان انقذوا الجمعيه الكبيره اللي اسمها شبيبه الرياضيه القيروانيه على خاطر اليوم ما لازمش بشير الاحمر وحده يخلص فاتوره التداخل السياسي في الرياضي اللي صار على امتداد 10 سنوات. شو نوع التداخل السياسي؟ كيفاش؟ معناها شوف نعرفوا نحن الكوره فيها برشا سياسه. باش نقول لك اسرتم ما الشبيبه الرياضيه القيروانيه الانتخابات نتاعها لمت عدد منخرطين ركور في تاريخ تونس. شبيبه تمثل جهه ماهيش الجمعيه الاكثر شعبيه في تونس، معناها الانخراطات اللي تقصوا في الانتخابات نتاع الاسبيرانس ولا الكلوب ولا الجمعيات الكبيره اقل برشا بالانخراطات اللي تقصوا في الانتخابات نتاع الشبيبه. معناها العباد حابه تتمنع الولاد يا سيرت ماما حابوا يمنعوا في الانخراطات. الانخراطات ليه؟ الانخراطات شريوها احزاب سياسيه سيرت ماما. نقولوها بصراحه الانتخابات نتاع رئاسه الشبيبه كانت بين النهضه والنداء. العباد معروف هذا، العباد تشري في الانخراطات من هنا، العباد تشري في الانخراطات من هنا، واللي جاب اكثر شد الشبيبه. يا خويا كي وصلتوا شديتوها وموا شدوها بالبي، شنو معناها جمعيه تقعد زوز مواسم على بعضها من غير تقرير ميل؟ شنو الاستسهال هذايا والتلاعب بتاريخ جمعيه كبيره تمثل جهه كامله؟ خالد ما تراش اللي في ليكيبيت بتاع الكوره اون جينيرال بعد 2011 كانوا قبل الوالي كيهز التليفون ويكلم رجال الاعمال بتاع الجهه يلم شويه فلوس. صحيح. اليوم في الاحتراف بتاع الكوره وفي ذل سيرتو العامين الاخرانيين الكورونا وغياب الناس على الملاعب وقبلها بتاع الوضع الامني في البلاد غياب الجمهور على الملاعب. صحيح. معناتها المداخيل بتاع المشكله وين؟ كيما صار في القروان صار في سوسه. صحيح. وفي فما مشكله في مع رئيس النجم الرياضي الساحلي جاو رضا شرف الدين عملوا له مطركاج هاي سلم اخويا بطل. جاء واحد قال له وين الفلوس؟ عندي الافكار. اليوم الكوره فلوس ونحكيوا على البرصه كيفاش كيضخوا الاموال والتكيب في ثلاثه جماعه فهمني. اليوم اللي يتحمل مسؤوليه زاده واحد يتحمل يجيب شد رئيس جمعيه بتاع كوره وما عندوش فلوس في الظروف هذه يعرف روحه علاش قادم. معناتها ورينا عبد السلام اليون سيرينا معناتها برشا وضعيات تجي ناس تتحمل مسؤوليه من بعد ما تلقاش فلوس والعباد ما تعاونش فهمني. لانه اليوم نحن في تونس انا وبعض الطوفان كل واحد يقول لك اختار راسي واضرب انا اش دخلني نعطي فلوس نعطيها لحزب سياسي باش نرق المشاريع خير ما نعطيها لجمعيه كوره باش الشبيبه تتكون ولا انت على شنو باش تحكي لنا بس؟ باش نحكي انا على الربح السريع والرهان الرياضي. نمشيو فرد تيماتيك نمشيو فاصل ونرجعوا نحكيو على الرهان الرياضي. فايقين مازالوا 5 مينوت نكملوهم مع بعضنا. نجيب باش تحكينا على الرهان الرياضي كيفاش؟ الرهان الرياضي وثقافة نحب نحكي اليوم على الرهان الرياضي وثقافة الربح السريع. تدخل القهوة تلقى شبيبة غاطسين في السمارت فون ويعمروا في ورقة، تمشي للإدارة تلقى المدير تقول له خرج لي الورقة يقول لك البرسا والريال شنو باش تعمل باش نعمر الورقة. اليوم في تونس ثقافة العمل انضربت ولا الربح السهل ب 2000 فرنك ياخذهم الطفل من امه ولا من اخته وهي يا ربي يعلم بحالها منين تاخذ في الشهريه يعمر ورقه يربح 30 دينار يمشي يشري بيهم اربعه كل تصب فيهم في الجازون بتاع اللي ربحها قولي. الوضعيه في تونس اليوم يلزم الدوله تحمل مسؤولياتها في ترسيخ ثقافه العمل. هالربح السهل اللي ولد الشباب الكل عايشه منه، الناس ما عادش حب تخدم، تمشي للزيتون ما تلقاش شكون يجمعه، تمشي للمرمه ما تلقاش شكون يخدمها، تمشي للريستورونات تلقاهم الكل من افريقيا جنوب الصحراء. علاش الشباب بتاع تونس ماشي في السياق هذايا؟ السؤال يطرح نفسه يا هل ترى هذه شركات رهان رياضي فما القانونيه وفما الماهيش قانونيه؟ يا هل ترى شركات باش ترسخ ثقافه العمل او باش ترسخ ثقافة تبييض الأموال خاصة لأن فلوس برشا قاعدة تدور في البلاد مانيش عارفين مصدرها منين ومانيش عارفين وين باش توصل. وزيد في قانون المالية يا حاتم اللي الدولة التونسية حطت باش تقص الفيسك على الشركات هذه. الشركة هذه تدمر في مجتمع تدمر في أجيال أغلبيتها بتاع تبييض أموال لأنها فما فلوس سبيس يلزم الدولة
تاخذ بعين الاعتبار المسألة هذه تاع الرهان الرياضي وتعرف شكون وراها واللوبية اللي وراها واللي يحبوا يخربوا تونس بالدروغ وبالقمار. هو راهو فما نحن عندنا مؤسسة البروموسبور اللي هي قانونية وهي مؤسسة عمومية اللي أمواك يلعب ويربح فما 50% ماشي للدولة. توا فما هذوما والاستثمارات بتاع الشبيه مع برشا حاجات راهو من البروموسبور معناها الفكرة هذيك أنا معها معناها، لكن كي تحل زاد المنافسة الأخرى ضعف داير بروموسبور وعندهم مشاكل ما عادش في كاس وما عادش المرابيح كما قبل. أنا نحب نختم بحكاية حكيها لي مواطن تونسي عايش في الإمارات اسمه طليل، نوجه له تحية. حكي لي حكاية مؤثرة به، قال لك في جاية من جايات جاي لتونس، جاي معاه واحد زميله يخدم معاه من جنسية ألمانية، دونك جاي عاد معاه فاكونس في تونس. قال لك ما ماشيين في الطريق في هابطين ظهر لي الجربة في الثنية يرقاوك اللي يبيعوا الغلة على الكيس وكل شيء، دونك وقفوا هو وقالوا يجن ذوق الغلة خاطر بالحق اللي ياكل العنب في فرنسا ولا تاكل في المانيا مش كيما العنب نتاعنا، مش كيما الغله بلاش نكهه براتيكمون، واللي عاشوا لبرا ولا اللي كلاو غله ولا كلاو حتى الخضره معناها لبرا. انا بنتي معناها مانيفيتش تحب، قالت لي نحب نذوق البرقدين، نحب نذوق برقدين تعمل برقدين نتاعنا. بريف دونك وقفوا خذوا شويه غله، راهو بنيه صغيره تبيع في الطابونه، مشالها للالماني قالوا بنات صغار، قالوا ليه راهو هنا سي اون ميكرو ايكونومي، هذيك خوها يبيع في العظم هذيك في ثانية صغيره والناس اوموا ياكلوا في لقمه أحلال. دونك مشالها خذا من عندها طابونه الالماني وحب يعاونها، مدلها فلوس معناها مدلها قيمه 50 دينار، قالها تيا معناها خذ، قتلوا لي قتلوا كان تشري مرحبا ما نخوش فلوس، خارقه العاده خارقه العاده. اش قولك بنيه صغيره عمرها 9-10 سنين خارقه العاده، ولو انه اختار يخليوا صغار او على الكيس حاجه معني قال لي الالماني ثنيه كامله نغيف با اكومبروند ثم مثل ودعوه نقولها يرحم من جابه من ربه الصغار تربيه، سبب با دير من اي مستوى من اي كلاس جاي سوسيال تربيه وحدها اللي حكي. قال لي نهتري بها، قالوا كي يروحوا في الشركه نتاعها اللي يخدم فيها، قال القيمه نتاعي انا كتونسي طلعت بالحكايه هذيا، خاطر الالماني ناغيف با كومبروندر، يقولوا معناها لا في تظهر معناها لبسه متواضعه تخدم على روحها تبيع في الطابونه اللي امها راهي قايمه من الاربع نتاع الصباح باش هي تبيعها في الكياس وما قبلتش تاخو إعانة. هو قال أنا راهو إعانة عن نطيب خاطر معناه مش قتلوا ليه، قتلوا لي باش تشري مرحبا الباقي لي. ميرسي ميرسي للبنية هذي، ميرسي لولاد تونس اللي عندهم خشم وعندهم كرامة وعندهم روح تخلينا نتفخروا بها قدام الأمم. مستقبلنا خير بالخرم باللي صاير، الكل اللي يستنى فينا خير، وقراس للبنية هذي نوجه لها تحية وبوسة كبيرة. باي باي يا دماغ.